الواحد مننا يشوف اي حاجة غلط لازم يقاومها ولازم يعدلها. هو ديننا بيأمرنا بكده وربنا بيأمرنا بكده، ودي طبعا موجودة في الشعب المصري يعني بالفطرة، مش عند كل الناس. يعني في مثلا اجيال اللي هي القديمة دول ما بيتغيروش، دول زي ما هم من صغرهم، لكن دلوقتي الاجيال اللي طالعه جديد تقريبا اغلبيتهم ما فيش الكلام ده عندهم او ما نزلش في قاموس حياتهم. دلوقتي كل واحد بيقول لك لنفسي، محدش بيسال في حد، مش حد بيهتم بحد. ودلوقتي اي حد ماشي في الشارع هيلاقي بنت مثلا حلوه هيعكسها، الموقف ده هيترد فرصته، فكده الشهامه بتاعته هي هتروح. يعني التربيه اتغيرت عن زمان، مثلا يعني زمان كنا بنمشي البنت ما كانش حد بيكلمها، دلوقتي اتغير كتير قوي، البنت بتمشي مثلا كذا راجل يكلمها ويعاكسها وما حدش بيدافع كله بيسكت. لولا النخوه والشهامه ما كان في عروبه. اكيد موجودين، اصل هي فروق فرديه يعني مش حاجه بتكتسب. يعني الخوف وماتي ليوم الدين اكيد لسه موجودين.